السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده مقدمه لكم جوله. ايه، رايحه فين يا ام ريان؟ رايحه عند دكتور ابني. ابنه ما ابنك ماله يا ام ريان؟ ابني الحمد لله زي الفل، احسن من ناس كتير. المهم هحكي لكم حكايتي دي. طبعا من بدايه ما طلعت من البيت اليوم ده ما حضرتش معاكم العرض، لان حرفيا انا مروحه الساعه 9:30 بالليل. الكلام ده كانت لسه الساعه 2:30 الظهر، فهو طريق الدكتور بعيد شويه، سفر يعتبر، بس الحمد لله يعني في ايدي الشفا. يلا بينا نبدا الحكايه باختصار، وما تنسوش اللايك، ويا رب كده ما تزهقوش مني. اول حاجة، انا زي اي واحدة في الدنيا اتجوزت، والجوازة يعني الحمد لله عدت على خير. جيت اول شهر ربنا كرمني بحمل، بس سقط، حمدت ربنا اللي انا اصلا بخلف، فقلت الحمد لله وعدى اول شهر. تاني شهر ربنا كرمني، دي اللي زعلت فيه لاني برضو سقطت. طبعا كلنا عارفين يعني ايه سقطتي، اللي الجنين نزل يعني. حمدت ربنا برضو وقلت يا رب كرمني. قعدت كده لمدة 6 شهور عبال ما ربنا كرمني بابن الكبير. الحمد لله ابني كبير زي الفل، وهو في 6 ابتدائي دلوقتي. عدى سنة، عدى سنتين، قلت ايه ربنا يكرمني بحمل تاني. المهم فكرت ان انا ايه احمل وكده، وربنا كرمني الحمد لله. قعدت 9 شهور بوجع، وانتوا فاهمين طبعا الحمل والوجع اللي فيه. جات لحظة الولادة، وها هي والبنوتة ماتت وانا بولدها. كانت لحظة صعبة جدا عليا، بس الحمد لله يعني عدت على خير. حرفيا انا محستش بوجع القيصري، انا بولد قيصري اصلا، لان كان الوجع النفسي اكبر بكتير من الوجع الجسدي. حمدت ربنا واخدت استراحه كده لمده 6 7 شهور لحد ما ايه فكرت ان انا احمل تاني. ربنا كرمني الحمد لله الحمد لله، وحملت في ريان. خلاص برضو عدت 9 شهور بوجعها بقرفها بكله، كلكم طبعا عارفين الحمل الوجع اللي فيه، لحد ما جت اللحظه الحاسمه ولدت برضو ريان. يا دوب عدى 15 يوم جالي نزيف، حرفيا انا كنت بموت. قعدت فتره كبيره جدا في مستشفى الشطبي، طبعا كلنا عارفين الشطبي التخصصات كلها، ما كانش فيه دكتور عارف حالتي ايه. دخلت العنايه المركزه ودخلت عمليات قعدت 8 ساعات. طبعا كل ده كان جوزي بس اللي واقف، ما حدش من اهلي يعرف ان انا دخلت عمليات تاني وفتحت بطني تاني بعد ما قلب الولاده الاساسيه ب 15 يوم. حرفيا برضو كنت بموت. الحمد لله اكتشفوا انا عندي ايه، طلعت الدكتوره مخيطه المثانه في الرحم. الحمد لله قعدت في العنايه شهر متكامل، العنايه المركزه طبعا شهر متكامل، لاني حالتي الصحيه كانت لا باس عليها. الحمد لله حرفيا كنت بموت. دلوقتي انا وسطكم بضحك وبفرح وكل حاجه. الحمد لله الحمد لله. كل ده وكل خطوة في حياتي أو كل وجع في حياتي بطلع منه أقوى من الأول، وكمان متفائلة وزي العسل. يعني أنا بقول لكم الحكاية دي لأنكم حد كده كتب لي في كومنت قال لي هو انت على طول بتضحكي؟ محدش يعرف ورا الضحكة دي ايه يا جماعة، محدش يعرف ورا. كل بيت يعني مفيش بيوت خالية من وجع، من تعب، من مشاكل كتير طبعا اكيد. فانا لازم اطلع لكم باحسن صورة، بضحك يعني بفرح. المشكلة طول ما انا فيا نفس وفيا حياة وفيا روح، لازم ان انا اكون متفائلة بحياتي عشان خاطري وخاطر ولادي وخاطر جوزي وخاطر اهلي كمان. المهم عدت بقى فترة العناية المركزة، وولادي طبعا كنت محرومة منهم لاني اصلا ما كنتش بخدم نفسي، فكانوا عند اهل جوزي واهلي شوية واهل جوزي شوية. والحمد لله فترة وعدت وطلعت من المستشفى واسترديت صحتي الحمد لله. بعد كده اكتشفت اللي ايه، ايوه استنوا في ثواني ارجع ورا شويه كده. وانا في فتره الحمل اللي هي بتاعه ريان عرفت اللي ابني الكبير تعبان مال يا ام ريان، اللي هو عنده ضيق في الشريان الكلوي اللي موصل للقلب ومحتاج عمليه ضروري. العمليه كانت بمبلغ كبير جدا، وفي نفس الوقت كانت عمليه صعبه. طلعنا بيه عمره، قلنا يمكن ربنا يكرمنا فيه ويرجع ربنا شافيه. المهم طلعت عمره وانا في الحمل السابع، يعني وانا في الشهر السابع. طبعا كانت فتره صعبه، وكان اصلا المفروض ان انا ما اطلعش عمره واركب طياره وانا في السابع، لدرجه ان المضيفه قالت لي انت ايه اللي جابك؟
انت مين طلعك؟ قلت لها ربنا كاتب لي ان انا اروح اعمل عمره، والحمد لله عدت فتره العمره بتعبها. طبعا انتوا عارفين اللي هي مجهود جسدي وبدني، بس الحمد لله ربنا قدرني عليها. المهم كل ده وانا في السابع جينا عملنا عمليه ابني، كنت فاضل لي على الولاده اسبوعين بالظبط او 10 ايام. الحمد لله نجحت العمليه وربنا قوم لنا ابننا بالسلامه، لانها كانت عمليه صعبه بمعنى الكلمه، توسيع شريان كلوي، وطفل كان عنده لسه 3 4 سنين، فكان الموضوع صعب شوية. الحمد لله عدت المرحلة دي، وزي ما قلت لكم دخلت الولادة، كانت بعديها ب10 ايام وطلعت من الولادة. ما كملش 10 ايام دخلت في عمليات كبيرة برضو، وقعدت في العناية شهر بالظبط. فالحمد لله طول عمري بحمد ربنا، طول عمري بقول يا رب، بيني وبين ربنا صلة كبيرة جدا محدش عارفها. فأي موقف بتمر بيه سواء صعب سواء سهل، سواء انت واقع في مشكلة مع اي حاجة، قول يا رب، هو ما فيش غير ربنا هو اللي موجود، يعني خلي فيه بينك وبين ربنا فعلا صلة، اتكلمي معاه يعني فضفضي، يعني مش هتقدري تفضفضي مع حد في الدنيا فعلا غير ربنا. المهم ابنك ماله يا ام ريان؟ ابني ممنوع من الملح منعا باتا 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 يعني طول عمره، والحمد لله بعمل اكله كله من غير ملح، بدون زيوت بدون دهون، والحمد لله راضين وحمدين ربنا. وهو يعني هو الاول طبعا اكيد ما كانش متكيف مع الحاجه كده، بس مره في مره في مره الحمد لله ربنا يعني يشفيه ويهونها عليه. ولسه برضو بندعي ربنا، اللي ربنا كرمه كبير اكيد طبعا اللي هو يشفيه ويعافيه ويبقى احسن من الاول، وان شاء الله ياكل اكل بملح زي البني ادمين الطبيعيين يعني. المهم الحمد لله عدت الايام وعدت الليالي، كان بياخد علاجات كتير، كان متبهدل طبعا في العلاج كل ده وهو طفل، يعني كل ده وهو لسه 5 6 سنين، وهو بدأ العملية من 4 سنين. فالحمد لله الحمد لله هو صحته احسن من الاول. بروح للدكتور البعيد ده لانه فعلا دكتور بمعنى الكلمة ربنا يبارك له، هو مدير الشطبي، طبعا احنا عارفين مستشفى شطبي الاطفال هو المدير بتاعها، والعيادة بتاعته في بوكلة اللي هي جنب التربية الرياضية بتاعت البنات. فمشوار بصراحة يعني، شوفوا انا اختصرت لكم في الطريق ده حاجات كتير، وبمشي في حتت مقطوعة زي ما انتم شايفين الدولي بقى وكده. فالحمد لله ربنا يجعل في ايديه الشفاء ويشفي كل مريض. فبالنسبة للتعليق او الناس اللي هي دي مين على فكرة، مينة الدخيلة، كل ده انا بمر بيه في الطريق، يعني انا طبعا ما قلت لكوش ده ايه وده ايه، انشغلت في كلامي، بس بصراحة اتضايقت من كلمة انت على طول بتضحكي، يا رب دايما يا رب دايما على طول بدي ابتسامة بدي تفاؤل. فعلا الناس اللي ما تعرفنيش يعني يقولولي انت يعني على طول عندك تفاؤل كده. ايوه عندي تفاؤل طول ما ربنا موجود، وطول ما انا عايشه، وطول ما الحمد لله ربنا مديني الستر والصحه، هفضل اضحك هفضل ابتسم هفضل كده يعني ابتسامتي على وشي. الحمد لله زي ما قلت لكم، طول ما انتم بتشكروا ربنا عايزتكم كمان وكمان. ادعوا بقى ربنا يشفي ابني ويشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين. وبس كده، هي دي كانت حكايتي بكل اختصار، ويا رب ما اكونش ازعجتكم. طبعا زي ما قلت لكم الطريق كان طويل، الانتظار عند الدكتور اطول واطول، يعني يعتبر انا كنت واصله هناك الساعه 4 ومعادي الساعه 4، والبنت اللي هناك قالت لي لا انت لسه قدامك يمكن ساعتين ثلاثه. نزلت بقى ايه، اكلنا جبنا اكل، قعدنا في كافيه شربنا نسكافيه وحاجه ساقعه وليمون، وظبطنا نفسنا، واشتريت كده شويه حاجات. يخرب بيت المشتريات العشق يعني العشق. حلال فيكم القعده في البيت يا ستات فعلا. خلاص وصلت بالسلامه بقى دي البطاش اللي هو الشارع العمومي بتاعنا، طبعا منطقه سياحيه، وطبعا كل ما حد بقى يجي يتكلم في اسعار بقول لكم احنا عندنا فعلا هنا الاسعار فظيعه جدا، الاسعار بيعاملونا معامله السياح مش عارفه ليه يعني. البطاش طبعا واهل البطاش اللي عارفين الدخله بتاعه البطاش، فيها كل يعني منطقه الحمد لله فيها كل حاجه، اخر الشارع ده البحر، يعني البحر اصلا ورانا ما يكملش 5 دقايق، وكل حاجة حوالينا بقى سواء بقى دكاترة بيوتي سنتر صيدليات مطاعم مجازر بتاع فراخ، يعني كل حاجة كل حاجة كل ما تشتهي الأنفس، بتوع عيش بتوع موبايلات يعني كل حاجة حلويات كل حاجة.
المهم بقى ابتسموا وعيشوا حياتكم، تفائلوا يعني اعملوا اللي عليكم كله عشان ربنا يديكم من واسع كرمه. بس كده، هي دي كانت الفيديو بتاع النهاردة. يا رب ما اكون ازعجتكم خالص، والناس بقى اللي هي مكشرة وشايلة هم الدنيا عيش حياتك، قلتلك ربنا موجود وعندك رب تقدري تدعي له في اي وقت. خلاص انا داخلة الشارع بتاعي، وبعتذر للناس طبعا اللي حضروا العرض وانا ما حضرتش معاهم، فعلا كنت واصلة الساعة 9:30 بالليل. ده الشارع بتاعنا بقى فيه كل حاجة ما تشتهي الانفس، صيدليات بتوع الفراخ دول على قفا من يشيل، بتاع فول وفلافل، بتاع مخللات، بتاع منظفات، سوبر ماركت بالهبل، عندنا زيادة عن 20 سوبر ماركت في الشارع، وكل واحدة اهو زي ما انتم شايفين بمستوى عالي، وحلاقين بقى بتوع خضار، يعني هم خدمة 24 ساعة. هو ده احلى حاجة في الشارع بتاعنا. بس كده، هو ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد، ومع الف سلامة، وبحبكم في الله.